ما بين الحقيقة والخيال، وما بين تسريبات متضاربة أو متقاطعة عن واحد من أهم أجهزة السنة وكل سنة، جنرال عالم الأندرويد، وبرأيي الشخصي أفضل جهاز محمول موجود بالعالم. قد العديد من الأصدقاء يعترضون، لكن هذه وجهة نظر الشخصية فقط. استمرينا بتغطيتنا لكل شاردة وواردة عن هذا الوحش خلال الأشهر الماضية، لكن استجدت أخبار بعضها برأيي سامسونجية كلاسيكية مخيبة للأمل، وبعضها الثاني مفرح. لكن كل ما جد خلال الأسبوع الماضي عن الجنرال خلينا بهذا الفيديو. مرحبا، أنا حسن من قناة تك تايم، أهلا بكم في فيديو اليوم عن جنرالنا المحبوب النوت 20. ظلوا ويانا. اتأكد قبل أيام قليلة ومن سامسونج نفسها موعد حفل إطلاق الجنرال بموديلاته، اي مثل ما سمعتوني بموديلاته، لأن قد يكون عندنا 3 موديلات هذه السنة. هاي نرجع لها القصة فد شوية، لكن الأهم أنه الجهاز سيتم الإعلان عنه مؤتمر أونلاين، وهاي سابقة لأول مرة تصير بأي فلاكشيب من سامسونج، يوم 5 من شهر آب القادم، على أن توفر بالأسواق رسميا بعد حفل الإعلان بحوالي 15 يوم، يعني يوم 21 من نفس الشهر. هسا نرجع للموديلات اللي راح يتم أطلاقها بهذا اليوم. عدة مصادر خلال الفترة الماضية وأهمهم روزيونج وآيس يونيفرس أكدوا وجود موديلين فقط، هو النوت الصغير بشاشة بمقاس 6.4 إنج والنوت 20 بلس بشاشة بمقاس 6.87 إنج. لكن خلال الأيام الماضية تسربت وثائق تسجيل في اتحاد البلوتوث لجهاز يحمل الاسم SMN896U، وهذا نفس اسم التسجيل للS20 ألترا لكن بفارق حرف S بدل حرف الN. زين، منين ظهر هذا الجهاز من العدم وليش وشنو مواصفاته؟ هسه راح أجيكم بالسالفة. لكن عودة على بدء، فأكو أجهزة بعد راح تطلقها سامسونج يوم 5 من شهر آب بحفل الإطلاق، وهي الجالكسي فولد 2 وساعة سامسونج الأحدث الجالكسي ووتش بجيلها الثالث، عدا عن الوحشين التابع S7 والS7 بلس، واللي ولأول مرة في عالم الأندرويد راح يكون عندنا تاب يجي بشاشة بتردد 120 هرتز. وأيضا سامسونج ستطلق الجالكسي زي فليب لكن بدعمه لل5G. خلي في بالك ملاحظة، الفولد 2 بي لولة، ولولة مصطلح عراقي يدل على وجود مشكلة مخفية أو غير ظاهرة، فكمل الفيديو حتى تعرف لولة الفولد 2 شنو وليش، وإذا أنت تحب النوتة راح تفرح بهاي اللولة كلش. بما أنه عندنا عدة موديلات صارت من الجنرال، لكن عدد هذه الموديلات ما مستقرين عليه وما متأكدين منه، فأخبار شاشاتهم الجديدة راح تفرحكم كلهم. النوت 20 الأصغر راح يجي بشاشة بمقاس مثل ما قلت لكم 6.4 إنج فلات بدون أي كيرف أو انحناء، لكن من الطراز الأقدم بتقنية الـ LPTS وبزوايا منحنية أو دائرية تشبه شاشات الـ A71. هذه صحيح راح تدعم تقنية الـ 120 هرتز لكن بدقة الـ Full HD أو 60 هرتز بدقة الـ 2K عن طريق السوفتوير فقط، مثل عائلة الـ S20 كلها. أما النوت 20 بلس فراح يجي بشاشة بمقاس 6.87 من الإنج، منحنية انحناء متوسط نحو الحواف، تعمل بتقنية الـ LPTO أو التقنية الأحدث اللي تدعم تردد شاشة متغير من 1 هرتز إلى 120 هرتز، وهذا يعني استهلاك بطارية أقل بحوالي 15%، وإمكانية عرض وتشغيل الشاشة بتردد 120 هرتز وبدقة 2K. الشاشة راح تكون بالنوت 20 بلس بزوايا قائمة أو حادة كلاسيكية مثل ما متعودين عليها بعائلة النوت. أما الموديل الثالث المشكوك في أمره فهو النوت 20 ألترا، وهذا راح أجي بمقطع خاص وحده، لكن أكو خبر سعيد لعشاق النوت وحزين لعشاق الفولد، لأن الفولد 2 اللي كان على أساس يكون أول فولدبل نوت بالعالم ويكون أول جهاز قابل للطي دعم القلم، لكن سامسونج بحسب آخر التسريبات فشلت بجعل الشاشة UTG أو الألترا ثين جلاس قابلة للطي بالفولد تتقبل وتتحمل القلم، وبالتالي أجلت إطلاق الفولدبل نوت إلى السنة القادمة لحين تطوير تقنية الشاشات أكثر حتى تحسن سامسونج تجربة القلم ويا الفولد. هذا يعني تأجيل فكرة إلغاء سلسلة النوت اللي قلت لكم عليها سابقا لمدة سنة كاملة أو أكثر. لكن الجميل بالفولد 2 هو أنه الشاشة الخارجية زادتها سامسونج إلى 6 إنج والداخلية إلى 7.6 إنج، وأكو أخبار تقول أنه سامسونج بلشت بتعاون ويا شركة كورنينج لصناعة زجاج حماية الشاشات الأشهر حول العالم لتطوير طبقة حماية وشاشة قابلة للطي أقوى بكثير من الشاشات الحالية وسلسة أكثر من هذه الشاشات. لكن أكيد هسا أنتوا تردون تعرفون النوت ألترا وين اجتكم بالسالفة.
بعد غيابه عن الرادار رجعت الأخبار تتكلم عنه. لكن أكو مسارين للأخبار، مسار منطقي وطبيعي ومسار مثير للحماس جدا، وأخبار أسطورية أكثر من كونها أخبار واقعية. لكن كلا الطرفين سامسونج نفسها تسرب الأخبار لهم حتى تزيد التشويق والإثارة المحيطة بالنوت. المسار الأول المنطقي هو أن النوت 20 ألترا هو بديل للنوت 20 بلس، وكمواصفات وجهاز راح يكون جهاز S20 Ultra لكن بشاشة أصغر قليلاً. LTPO أركان الشاشة ليست منحنية بل راح تكون مربعة وشبه فلات، وهذا برأيي هو اللي راح تسويه سامسونج اللي نعرفها تلجأ دائماً للحلول الآمنة وتبقي الإبداع موجود دائماً للS21. لكن أكو خبر تسرب يوم أمس من روز يونغ أيضا، وهذا إن صح فالنوت ألترا راح يكون جنرال حقيقي، لأن حج روز يقول إن النوت ألترا راح يكون نسخة ألتيميت أو خاصة ثالثة من النوت، تجي بشاشة وانت بهولي عليها بمقاس 7.2 × 10 إنج، هاي سابقة بعالم الفابلت، والشاشة راح تكون كاملة بدون أي نوتش، لأن بحسب يوم سامسونج راح تستعمل كاميرا سيلفي تحت الشاشة بهاي النسخة. طبعا أعلى المواصفات أكيد راح نشوفها بي دعم لتقنية LTPO اللي قلت لكم عليها اللي تغير تردد الشاشة بين 1/120 للحناء راح يكون قليل جدا. أعلى العتاد والمواصفات راح نشوف به، لكن رغم هذه المواصفات كلها فأخبار الكاميرات بالنوت 20 بلس أو الألترا هي مخيبة للأمل. شوفوا شلون الكاميرات، النوت الألترا أو البلاس راح يحصل على 3 كاميرات بالإضافة إلى متحسس تركيز ليزري مستقل مخصص لدعم الكاميرا الأساسية. أما الكاميرا الأساسية فبحسب تسريبات من حجينا الغالي آيس يونيفرس راح تكون كالآتي: العدسة تعمل بمتحسس سامسونج الأقوى الـ HM1 بقوة 108 ميجا بكسل، هذا شايفيه بالـ S20 ألترا. المتحسس الثاني بقوة 13 ميجا بكسل بيروسكوبيك زوم بقوة 50X بدل الـ 100X، رغم ما طلع من أخبار سابقاً عن إلغاء سامسونج لفكرة الهايبرز زوم اللي ما إلها داعي، لكن حجي آيس يونيفرس يقول لا 50X بدل 100 راح نشوفها بالنوت 20 بلس. آخر عدسة هي ألترا وايد أو بزاوية تصوير عريضة بقوة 12 ميجا بكسل وبمتحسس بحجم 1/2.55، يعني نفس متحسس الS20 بلس الأساسي. طبعا هذه أخبار مخيبة للأمل، لأن كانت التوقعات ترجح استعمال سامسونج للمتحسس الأقوى والأفضل بالعالم مالتها أيضا GN1 اللي يجي بقوة 50 ميجا بكسل وبمتحسس هو الأكبر 1/1.3 × 10 إنج، هذا يعتبر الأقوى، يدعم نظام التركيز التلقائي الأسرع الدوال بيكسل أوتو فوكس. لكن سامسونج بهاي الأخبار أصرت على سياستها ومتحسسها أبو 108 ميجا بيكسل، ضافت له صحيح متحسس كامل يحل مشكلة التركيز، وبقت المتحسس GN1 إلى شركة فيفو حتى تطلق استخدامه، وهي أجلت استعماله للأس 21. المهم مو بس هاي أخبارنا، لا حبايب، حتى بطاريات الجنرال تسربت، وهسه جايتكم أخبارها التازة. أخبار من موقع سام موبايل أكد أحجام البطاريات بالجنرال من وثائق لمؤسسة 3C لتسجيل الأجهزة بالصين، والأرقام كالآتي: النوت 20 العادي ببطارية بحجم 4300 ملي أمبير بعد أن كانت التوقعات ترجح ل 4000 ملي أمبير، لكن سامسونج الظاهر نجحت تصنع بطارية بحجم أكبر كفي أن تخليها بالنوت 20. أما النوت 20 بلس أو الألترا فرح يجون ببطارية شوية مخيبة للأمل بحجم 4500 ملي أمبير بعد أن كانت التوقعات والتسريبات تتوقع بطارية بسعة 4700 أو 5000 ملي أمبير. لكن سامسونج لجأت لأحجام أكثر أمناً بين قوسين لتفادي كارثة مثل كارثة المرحوم الراحل النوت 7، شحن سريع متواضع مقارنة بالأجهزة الصينية عند 25 واط بالشاحنة اللي بالباكيت، أو إذا عجبك تشتري شاحنة سوبر من سامسونج $59 تنطيك شحن متوحش جهازك بقدرة 45 واط، شحن عكسي ولا سلكي موجودات، مدخل شحن تايب سي من الجيل الأحدث عالمياً 3.1، أيضا مدخل السماعات 3.5 ملم ما موجود ولا ناوية سامسونج يتراجع. آخر الأخبار هي عندنا عن السكيورتي أو البايومتريكس.
واللي تقول قيام سامسونج باستعمال متحسس البصمة تحت الشاشة الأحدث من كوالكوم سونيك ماكس 3D اللي هو أسرع من الجيل الحالي من البصمة السونارية الموجودة بالS20 بحوالي 5 مرات وأكبر كمتحسس ب17 مرة. تقدر تضع خاصية ما مسبوقة قبلها أنه تفتح جهازك بإصبعين في آن واحد. هذا يعتبر أحدث نظام بايومتري وأكثرهم أمنا وصعب الاختراق ومتفوق حتى على الفيس آيدي من أبل. شنو رأيكم أصدقائي بأخبار اليوم وشنو تتوقعون يتحقق منها؟ شاركوني بآراءكم وتعليقاتكم وأشوفكم بالفيديو الجاي بخير وصحة وسلامة. في أمان الله.